كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زها 100 مصنف فكتب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش تموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد درس ويس 22 يعني هذا المجلس رقم 22 من مجالس علم الأصول في شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله نبدأ يثمثن المنطوق والمفهوم لقيد نبدأ مختصر نناد المنطوق ما أكيد إن المصنف لك المنطوق وما دل عليه اللفظ في محل نطقي وهو نص بعدين إلى المنطوق الصريح إلى المنطوق الضمني ويكون نشرح يفيد المنطوق أجي أول يعني العبارة ماذي القرآن ماذي السنة تفهم بمنطوقها والمنطوق لا دلالة يعني قسمان إلو مقارن المنطوق الصريح ندرك دلالة النص ودلالة الظاهر إلو مقارن المنطوق الضمني نشرح يفيد اللي هما دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة أكا وقي منطوق ضمني دلالة الاقتضاء مثلنا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ندب اللي لا يمكن باش نفهم الحديث لا يمكن إلا بتقدير مضمر خطأك ديني الأمة وثغل الظارة وثسيارة أخيني غمشك لا نغلظ لا نثسو كلش ولكن إلا قادنويون تقدير مضمر مسكوت عنه اللي هو الإثم معنى رفع عن أمتي إثم صافي إثم قدوس هذا الحديث نرنافيد سوى شو دلالة الاقتضاء معنى الفهم السليم لهذا الحديث يقتضي وقي اسمه دلالة الاقتضاء يقتضي تقدير مضمر أدنوي بول وسيدي النار الحديث باش نفهم الفهم الصحاني قرزن المعنى يس ذي الإثم مرفوع بمعنى أدني رفع عن أمتي إثم الخطأ ونغلظن ورسار الأثم ورسار الذنوب وإثم النسيان وني يتسون ما يتسون الظلثيس يسعى الذنوب ورعم ذارة ساثوث وربنا واذكر ربك إذا نسيت ورفع عن أمتي أيضا إثم من أكره على فعل شيء ولو كان محظورا الإكراه يرفع الإثم ونهضر دفت الإشارة في بيدي يكون شرحة ثنتي درس محتكان ناد المنطوقة ثنسفامي إلى مقارن الفهم المفهوم ذاقي يغفر ذا مقارن إلى مفهوم الموافقة إلى مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هناك مرتبة تمزوروث اللي هي فحوى الخطاب نذقي المسكوت عنه أولى بالنهي من المنطوق به مدن غرى الآيان دينا ربي سبحانه ولا تقل لهم أفن ربي ند إما الدريا وقرثار مولان أفن هد قرثار ولكن وقي منطوق ينثيد وسقرى مولانك أف ما يفكرنا أخي نخدم شغلاقي وسنقرأ أوف تعييض نغض ديكوتيض نغض في غضار ناشو أولا قين أوف ذيريث يجرح مولان ولكن إلى المسكوت عنه ولو دينارا وإن أولى بالنهي من المنطوق به ما عندها ما إلا أوف ممنوعة سينتردي يرمس لي وايض جرحا إذا الممنوع
وين ثنيا وين سخان قمغارا ايفان ممنوع وين 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 وقيل معنيس وقيقانص فحوى الخطاب ثقي المرتبة الأولى في مفهوم الموافقة. ثم المرتبة الثانية اللي هي لحن الخطاب مثلا ذقي كيف كيف يتساووا المسكوت عنه يساوي المفهوم في النهي مدينا رب سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى يعني ولستن أموال اليتامى ربي يهضرت في الماكلة بمفهوم الغالب ولا شكل ما شكل دل الماكلة أكين يكون تشغارة أجل وجيل تشغارة ولكن صرغخت نغذ قرخت نغ خاطئ صافي كيف كيف أميني في تشان أميني في ذقرن أميني في صرغن أمين 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 ذاقي قنص لحن الخطاب معناه كيف كيف ماشي أم فحو الخطاب فحو الخطاب المسكوت عنه أولى من النهي من المنطوق به أولى بالنهي من المنطوق به ذاقي كيف كيف ثقيا كن شرحي سنتد على كل حال ثورا أدنغال ذي مفهوم المخالفة مثلا ربنا في سورة الجمعة إن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ثم زور ثندس الآية في سورة الجمعة الآية في السعة معنتها مثل ظل ذند قوس الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله نروح نزال وذروا البيع أول حاجة ربو دينار وذروا الشراء بون العملية يون يتساغ يون يزنزو أكا يون يتساغ يون يزنزو ولكني يغن يبوي السلعة ولكني الزنزن يقفض أذريم ربو ريه ضرارة إوين إناد وذروا البيع وريه ضرارة إوين يغن إتمسلا يوين الزنزن أي غر في غاكو نسلخ ربي إناد وذروا البيع إغروا دينار وذروا الشراء تفضلوا يسعى العلاقة سذريم تبعني مليح خطر ملمي ملمي أري فرح وني يغوين يغن يغن يفرح بلا شك ولكن ولكن الزنز يقفض الدذريم يسعى الفايدة أهث ولكن يغن يغب السيف صح في كل أنا كي لقدر وبخامش قال لقدر فهذا ضغط بالسيف ولكن الزنزن لحظة يقفضد أشقار وذروا البيع غس مرد قفضك نذري من الهان يقل هان أكثر حد ظرف وذروا البيع ما عندها نفهمك باللي حرمة البيع وقت النية وقت الجمعة إذا ولي زنزن دينك الشيخ يذن الجمعة نكون أنت غنزن لا يا أخي حرام على بالكم القرب بعض الناس لا غفل لنا نورمال يا أخي نكون زنزو غير ما يجي غنمي تحمس تلدي إيه نبقى اللي قال الفاتحة ديننا الوقت اللي أس الجمعة الوقت اللي الوحدة ونص الشيخ يتظل ساعة يلا أسيني صلي في الفيصل أولي أسلام أظل في النسبة هو هذا الكوالي في قدرونا ربك غيصرنا خلاص منو واحد يقول يأكل عقود باطلة عقود باطلة مدام وقي دلالة العبارة دلالة عبارة الآية تفيد حرمة البيع عند النداء ليوم الجمعة مربوطة ذايا إما إلا يوني سلان العصر نغيط هور نغو السنوية إسكو الآية تنطبق عليه لا تنطبق لا تنطبق يعني بمفهوم المخالفة
إباحة البيع وقت النداء في غير يوم الجمعة. باش نفهم مليح، ولا قرد يا سيدي نغشيني من المثل ظل الأذان قالت أنت في السواق نكيدك قلت سلوي هذا الأربعة الخميس كذا أكن أيد الزنزرة صد الله وكبر دي نحبس نحبس ما يكفى الأذان شيني خاطئ الأي قد قار في يوم الجمعة كان ما عدا وقت الصلاة الجمعة الزنز براحتك عادي نمسفا ربي مدينا وذروا البيع ذكي يقصد بدلالة العبارة تفيد حرمة البيع عند النداء لصلاة الجمعة فقط لا يجوز القياس ذكي زمضرة دينيضة يوكتي ظلة لا لا نعم مس الأذان وردد معه كما ثبت في السنة النبوية ولنا أجر مثفك الأذان دين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حفظ دين وتكمل لك نقارن ببعض إنك لا تخلف الميعاد تكمل لك الإذاعة تنسل لك في دينار نبي أصلاة والسلام وقياكم موسي دينار قرارة ربي لا يخلف الميعاد ولكن هذه العبارة لم ترد سرنو يرى يا رسترنو جيت كان كريث الله نعم ميم ذي الحديث من النوم الناس وأمنت بنبيك الذي أرسلت إسلاسي الناس وأمنت برسولك الناس وذي نرى برسول نرى بنبيك إنت بنبيك مع أنت هذا جي المحافظة على النص كما ورد ما يغضيون الله غالب رفع عن أمة الخطأ وقد ذكرنا في دلالة الاقتضاء ما تعلمون إذن إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع شرحنا لماذا قال الله عز وجل وذروا البيع ولم يقل وذروا الشراء بينا السر نفهم السر زيد نفهم بلي دلالة العبارة تفيد حرمة إجراء هذه العملية عملية البيع والشراء عند الاستماع إلى النداء ليوم الجمعة خطر صلاة الجمعة فرض على الذكور مش على النساء فرض في رجزن ده وجي معنى آخر في رجزن مش شفت لوين أم بعد ولكن مفهوم المخالفة تفيد الكونترر تماما إباحة البيع وقت النداء للصلوات الأخرى ما عدا يوم الجمعة أنسيد نجفذ الحكمة ذي الأصول نجفذي ثيد باستخدام ماشي المنطوق ماشي مفهوم الموافقة نستخدم مفهوم المخالفة في قلقي بعض الإضافات لبيان مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة أنواع نثنيد إلا مفهوم الصفة مدينة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة منطوق هذا الحديث وجوب الزكاة في الغنم اللي عندها صفة تجي مفهوم الصفة عندها صفة الصوم يعني التي ترعى في نفس السنة كني وحدس ترعى في كس وحدس بمعنى بمفهوم المخالفة عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة أكرن فهم ما ذوين إسعان الغنم الماليس يكس وحدس يكس كذي ذي الخلع بلا ما يصرف الناس وإن كان إكس عن الزكاة الحديث في الغنم السائمة زكاة وقي مفهوم ذا ينفهم ولكن مفهوم المخالفة العكس تماما معنى عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة ولا هذا صحيح هذا غير صحيح في كذا على كل حال أشرنا مفهوم الصفة وأشرنا إلى مفهوم الشرط وأشرنا إلى مفهوم الغاية سنعود إليها بعد حين اللي هي في الآية 230 من سورة البقرة في موضوع الطلاق البائن بين كبرى
فإن طلقها فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غير. هذا هو العرس إن شاء الله. المنطقين ماذا يفيد والمفهوم المخالفة ماذا يفيد، هذا هو العرس بعد حين، مفهوم العدد وكذا إلى آخره. أستقيث مثلا مع الدرس رقم مع المجلس رقم 22 من مجالس شرح جمع الجوامع لتاج الدين السبكي، نكمل ما كتبه المصنف تاج الدين السبكي رحمه الله. يحدثنا اليوم عن مذاهب العلماء في النظر إلى مفاهيم المخالفة، تجد في غاية الدقة والضبط. إن مسألة المفاهيم إلا اللقب حجة لغة. ذاك الإمام تاج الدين السبكي يفرغد سبع مذاهب، كوراج سبع مذاهب أمش توالين مفهوم المخالفة الذي ذكرناه، مفهوم المخالفة سبع مذاهب. المذهب مزوارو أشو دينا؟ المفاهيم إلا اللقب حجة لغة. ولكن ذي يغدينا من كن إيمان غرق شوي لا ننف باللي هذا المذهب من تبناه هو مذهب الجمهور، جمهور المالكية، جمهور الشافعية، جمهور الحنابلة وكاك الملال، يعتبر جميع مفاهيم المخالفة ما عدا مفهوم اللقب دايما فقط، اعتبروا كل المفاهيم كل الأنواع ما عدا مفهوم اللقب. وقيل المذهب الأول مذهب الجمهور. أما بعد يكمل المدينة واحتج باللقب الدقاق. الله أكبر، أنت سيف ذراب المذهب الثاني بلا ما يخبرها غدا في قرفة مية الفهم كان خلنا عند الخلاصة يضبطي مليح يعني الفلاس يعفو يرحم ماشي بسهولة، ماشي بسهولة بنادم ماذي غرمية كتابين غادي يسوفغي في كتاب تتاك أغدي قار إلا المذهب والسين مذهب الجمهور يناد اعتبار جميع المفاهيم، أما ذا مفهوم الصفة، أما ذا مفهوم الشرط، أما ذا مفهوم العدد، أما كل يك مفاهيم المخالفة ما عدا اللقب. وقي جمهور، جمهور العلماء من جمهور المالكية وجمهور الشافعي وجمهور الحنابلة. ولكن يغالدي في كدر المذهب والسين إناد واحتج باللقب الدقاق، معناتها الإمام الدقاق محمد بن محمد بن جعفر البغدادي وقي معروف بابن الدقاق، معروف يعني من كبار العلماء، وهو عالم أصولي وفقيه. طبعا هناك فرق بين الأصول والفقه، علم الأصول علم الفقه، بين الأصولي والفقيه إلى الفرقية رسم القواعد الأصولية. أعطيني قاعدة أصولية، أعطيني قاعدة فقهية، تفضلوا. بعدين لانت قواعد أصولية لانت قواعد فقهية. الأصولي يتعامل بالقواعد الأصولية والفقيه يتعامل بالقواعد الفقهية. فكثير زي قاعدة أصولية وقاعدة فقهية، تفضلوا. مثلا ذكروا يعني ثقل الاجتهاد في مورد النص، هل هي قاعدة أصول من قاعدة فقهية؟ تفضل. عادل إنك الاجتهاد في مورد النص فقسك قاعدة أصولية من قاعدة فقهية؟ قاعدة أصولية صح. ثلال القاعدة أصولية مثل الأمر يفيد الوجوب، قاعدة أصولية، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن القاعدة الفقهية مثلا، قاعدة فقهية مثلا، قاعدة أخرى لا طبعا الحديث وصار قاعدة فقهية، لا ضرر ولا ضرار هي قاعدة فقهية ولكن أصلها حديث إلى آخره. الضرورة تبيح المحظورات قاعدة فقهية،
الضر تقدر بقدرها قاعدة فقهية، الضر يزال قاعدة فقهية، اختيار أهون الشرين قاعدة فقهية إلى آخره. ولكن سمحتي مليح، هناك تخصص يا العلماء، لأن بعض العلماء تخصصوا في هذا وذاك، يعني ذقوا منهم ابن الدقاق، هذا ابن الدقاق محمد بن محمد بن جعفر البغدادي من كبار العلماء ذي اسم سيدي واليس، وقي يحتج حتى باللقب الذي لم يحتج به الجمهور، لا جمهور الملكية ولا جمهور الشافعية ولا جمهور الحنابلة، وقي المذهب الثاني ماشي كان ابن دقاق وحدس إلا واحد اسمه الصيرفي. الصيرفي وقي من كبار فقهاء الشافعية، ويسعيون الفضل ذا مقران، هو محمد بن عبد الله، هكي اسمه محمد بن عبد الله الصيرفي. الصيرفي إيجاد لومبرنتينس ممتازة جدا في شرحه لكتاب أصولي عظيم. من هذا الكتاب؟ ورث دين الصيرفي، وفقيه من فقهاء الشافعية وأصولي كبير، وكان من شراح كتاب من أمهات كتب الأصول. أشكون هذا الكتاب هذا يدرى؟ كتاب الرسالة، أحسنت، كتاب الرسالة، مثل كتاب الرسالة إمام الشافعي. يخدميث يا أخي ابن خلدون، نعود دائما إليه، أسميدي يهضر في علم الأصول، يهضرت في ثاقي ويكشفان يعني المقدمة وش من الصفحة ويكشفان عاود غصد مرارا، وقصدت ذلك لأنه أحيانا الإعادة إفادة باش يغى المخ يستوعب هذا، وقلت عادي نورمال. ثوران نهضرت في الحديث، نهضرت في اللاس، يمد يبغى الأصول يناد هذا الفن من الفنون المستحد، اعلم هكا يدنا ابن خلدون افتح القوس، يناد اعلم أن هذا الفن، يهضر عن علم الأصول، إنه من الفنون المستحدثة في الأمة، يعني ذي العلم الجديد. أي يروح على المدينة، وقد كان الصحابة في غناء عنه، بل الصحابة حوجنا القواعد الأصول المدينة، ظهر علم الأصول، وأول من وضع قواعده الإمام الشافعي، كتاب المقدمة في الصفحة 424. يزمر يكون دينا الصفحة النظام حسب الطبعات، فقلنا نفتح قوس مهم خطر تجي مجلس علم، ممكن يوم ديونا ذي روحات كتاب تجد يف ماشي لاباجاكي صدي بون طبعات ليديسيون خزر مشي تكتب سيدي فانا 50 سنة ياكي، سيدي فانا 20 سنة، سيدي فانا سكو سي عدل، مخلف انت يزم سيدي كتاب محقق، من بعد الى كلام المحقق، المقدمات وكذا الى اخره، الى وين يخدم الشروح كثيرة. لذلك هذا قيل لنا ثلاث صفحات، ثلاث صفحات طبعة في الناد، صفحة عند دي هضر ابن خلدون في الصفحة 424 سيد النيخ من يغدك أكيد لا سيدت إلا طبعة النظام 412، ثلاث طبعة النظام 815-816 يكفى سيد كان يكمل سيد دوزيام باج 815-816 تجي كل انت مع انتها، والحمد لله طلعت عليها غريت انت وكتي كذاكي طفنت كشمت ديال المخ فانت هذا ما كان مع انت ممكن كاين الاحيان 424 ديوسان سي دينير ميلا انت ياك ثقيت لا ثقيت لا ثقيت لا ما فغ ما تولي ما تداوي تولي ما كاين فنوي مباشره. حبيت نقول الامانه العلميه تقتضي الدقه، وعلم الاصول من مقاصده الدقه. وني غنديو النواس واكد باللي من الشم ديال المفهوم ديال المنطوق وكذا، خاطر سيكيطاس بوكورني ساير انا غا ونمسفام راه فوال، انا نهضر ونتمسفام، ثلاثة كي نهضر شفت، فيك وتهضر ذاك ديون ديال الامور اللي ظنها، سبحان الله، ورش فهيمغ ويس فهيمغ، اذغاس قيمة مدغا هذا الخلاف، ثيكوال يوعر باش تفهمض. ثيكوال يوعر باش تهضر ثيكوال ولا دينيض يزم تفهم ذاك تفهم ذاك تفهم ذاك يسعيون بوذم اشكيث
يسعان عشرة ذيريثم فيك ولك يون بوذم أشكيف عشرة ذيريثم الشرع شو غديقار أغديقار أن نحمل الكلام على أحسن المحامل أكيد خير ولما يسع يون بوذم يلها عشرة ذيريثم ونصروح رغل عشراني ما نروح على عشراني أسي الخسارة ذيك شمل القيل والقال مشاكل ثيلوفا أما يرث مغارة السليث أما ير الدرية ذي مولانا أما ير الجار الجار أما ير التاجر التاجر أما أوف إذا غفر تاركو لذلك ربي مدينة ذي القرآن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سورة قاف الآية 18 مد نظول وزنث عاسب لي يجرذ نمسفن ولكن ذا ربي سبحانه وغدي قار إلى قل فهم الكلام ألم يقول الله عز وجل ففهمناها سليمان إما إليه ونه ذراكت وثي فهمك واكا إني سرجو عوذ كان في كيد الصيغة النظر باش تفهم يوث الفهامة يوث خطر ذي المخي وثروي وزغا شو تقصد ماشي مسكين ولي هضر السنياس نكون نطفيث نسقر الشيف نكون دانيث نتيري ثو غار ذا الدوسي بعد 20 سنة غاسيني الشفي هذا شو دني هذا 1980 اي غراكي لذلك علم اصولي يسعى السالف مسد مازال نسل يلا الصيرفي أكد ابن دقاق وكذاكي اعتبروا مفهوم اللقب والصيرفي ند محمد بن عبد الله وهو من كبار فقهاء وأصولي الشافعية وهو من شراح كتاب الرسالة للإمام الشافعي إلا وايض اسم سوى ابن خويزن منداد وقي وثيلا ذا مالكي وقي وجي من فقهاء المالكية المدققين ولي بوثنيد أي غير سند يبين باش غديني وكذاكي ممن اعتبر مفهوم اللقب وإن كان جمهور مذاهبهم قالوا بخلاف ذلك لم يعتبروا مفهوم اللقب يرند وبعض الحنابلة خاطر تصيص بعض غادي نغ بعض ماشي معنى يعني ماشي يون ماشي شين ماشي ماشي أربعة ماشي خمسة بعد يفضل المذهب الثالث المذهب الثالث وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا أبو حنيفة لا يعمل بمفاهيم المخالفة هل بالك أبو حنيفة رجل عظيم إلا وان دي يخول في قاع جمهور الفقهاء قاع جمهور العلماء يخول في ثنية أو يسأل كوراجيا أبو حنيفة حاجة كبيرة نعمان أبو حنيفة لا يأخذ بمفاهيم المخالفة إطلاقا ولكن ننتبه جيدا أحيانا يتفق أبو حنيفة مع الجمهور في استنباط الأحكام الفقهية في مؤداها النتيجة هي كيف ولكن طريقة الاستدلال تختلف الجمهور أخذوا بمفاهيم المخالفة أبو حنيفة لم يأخذ النتيجة هي المؤدى هو زعما دي نظام مشي كيجي سوا تكشم أشي نغا تكشم بسهولة طريقة الاستدلال مخالفة لأن أبو حنيفة شي قال كذا مقل غنص سلذي غير مفهوم المخالفة ممكن يوصل لنفس النتيجة نفسها عن طريق النصوص التي بلغته ويتفق مع ما وصل إليه الجمهور جمهور الفقهاء ولكن بطريقة استدلال أخرى صافي المذهب الثالث مذهب أبو حنيفة مذهب أبي حنيفة يجي وجي أنكر يوكو دي استعرف مفاهيم المخالفة إطلاق في عين ربي وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقا تجدين سبكي ند الكل يرنيس مطلقا يعني ولا شك ذاكي
إنكارا أو تعظيما للنص هكذا. وقوم في الخبر يرني غد المذهب وصرفعا وقد يمشي يمشي دي سعدا وغد ينرى والمذهب الرابع زني كنا هيدي استنبطان شغل النار إناد. وقوم في الخبر بمعنى المذهب الرابع أنكروه في الخبر واحتجوا به في الأمر. سمحوا لي أعلم علم اليقين وبعض بعض المسائل شوية عميقة مرنكم الغرز ثغت فننت بسهولة ثقي سمحتي بين قوسين مثل الحساب. الحساب ما نفذت نحفظي وعار أشين يغ أصبر واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرين واحد وعشرين يوعارة في البداية ميمي فاثن سنثن يسهل قبل ثني سنة قشيشة مشطوح قبل ذي السن وقذق يوعران أشين نحسب غالما ذا عشرة مي سي عشرة ساون نصيم يوعار مي الجور ذي يسنثن سهلن أسين سين مية ذا ساون لكن مية واحد مية وعشرة مية يسنثن وغالد مارشارير مية تسعة وتسعين تمانية وتسعين سبعة وتسعين أذي خدم الله مارش ميم ثقي علم الأصول كيف كيف علم الفرائض كيف كيف علم الفرائض حساب ورياضيات وكذا يوعر تفهم تجد تشن وثاك وفهم غوالو ولكن مع الوقت إن شاء الله سيظهر ما يكون غير خير. إذا المذهب الثالث نتاع أبي حنيفة إلا المذهب النظام إناد يعني لا يعمل في الخبر ولكن يحتجوا بمفهوم المخالفة في الأمر ولم يحتجوا به في الخبر. في الغنم السائمة وقيتها خبر هذا ليس أمر إلا وان دلت الأوامر يأخذون بها. المذهب ويس خمسة والشيخ الإمام إناد في غير الشرع معنى يحتج بمفهوم المخالفة في الشرع لا في كلام الناس. لماذا؟ شقر الشيخ الإمام والشيخ الإمام هو ذاس المصنف يا أخي نمسفهم إلا أن كود يخدميث مدينة الشيخ الإمام ويقصد ذفاس نتسا تجدين سبكي اسمي سبافاس اسمي سبافاس شحال يقول يدني غارة صافي نسوث اسمي تقي الدين. تقي الدين السبكي ذفاس نتاج الدين السبكي ونسود قرار ذفا مدينة الشيخ الإمام المعنى يس ذوا ذفافس. والشيخ الإمام يحتج بمفهوم المخالفة في الشرع في النصوص الشرعية لا في كلام الناس لا في اللغة أي غار شي قال لأن كلام الشرع دقيق أما كلام الناس ألو كان نفتح بمفهوم المخالفة أثن السوسع بزاف إزمر نتيه ونضيع. لذلك الشيخ الإمام أخذ الموقف. هذا هو المذهب الخامس. إلى المذهب السادس لإمام الحرمين. ما دين إمام الحرمين؟ معناه الإمام الجويني أبو المعالي الجويني صاحب الورقات. المذهب السادس إناد وإمام الحرمين صفة ولي بشي غدي سعدة ماشي بسهولة يسعد ذيد يسعد يغد المذهب وستة من يعني ينتصر إليه انتصر له إمام الحرمين أبو المعالي الجويني. معناها في الصفة نعم فقط دون غيرها خاصة إنك صفة لا تناسب الحكم بعد يكشم بك التفاصيل ومن بعد. وقوم القوم يعني المذهب السابع إناد وقوم العدد دون غيره بمعنى أنكروا مفهوم المخالفة في العدد واحتجوا بباقي المفاهيم. أخيرا ذكر مسألة مهمة وهي ترتيب المفاهيم. ماذا قال المصنف؟ مسألة الغاية قبل منطوق قيل منطوق الغاية قيل منطوق. شوف ذاك الدقة الكبيرة جدا ذاك شو يخدم العنوان يبغى ديني المفاهيم ساعة ترتيب ساعة ترتيب هذه مر هذه
ترتيب من حيث القوة إزوار بمفهوم الغاية. لو طرح عليك سؤال يقول لك ما هو ترتيب أنواع مفاهيم المخالفة، إلى مفهوم العدد، إلى مفهوم الشرط، إلى مفهوم الصفة، إلى مفهوم الغاية، مفاهيم. إلى قد زرت باللي مفهوم الغاية هو أقوى مفاهيم المخالفة، بدليل أن بعض العلماء يعتبروا مفهوم المخالفة منطوقا، اسمه ارتقى إلى درجة المنطوق. من هنا فهمنا بأن مفهوم الغاية هي أقوى أنواع مفاهيم المخالفة. صافي المسألة ثانيه، مسألة مهمة، أعيد أشو دين المصنف. قال المصنف: مسألة الغاية قيل منطوق. نقول له رحم بابك يا تجد ماشي هكي يهضروا الناس، لا لا هكذا يهضروا الناس لحداد بوال، ولكن ننتبه جيدا. مدينا قيل، قيل صيغة تضعيف، تضعيف. أما كنت استقبلت ما كيني ناند وقيل، بارك الله فيك، وقيل وقيل ماشي سورة، وقيل ذي الشك، صيغة التضعيف وتقليل وتشكيك. ولكن ندوس على الشك قدر وقيل أدين أكا إثلا، أكا إثلا. صافي نساشو دينا في العنوان ترتيب مفاهيم المخالفة، إناد الغاية قيل منطوق. أما كنا غدي قار المنطوق كي الغاية، المفهوم الغاية كان منطوق، ولكن هو ينتج من باب الأمانة العلمية، ولكن هو لا ينتصر لهذا الرأي. لو كنت تفتح الدليل سي القرآن الآية 32 من سورة البقرة، ما إلا يونيفريت متوثيس، يعني إن شاء الله هوري ديلي إفريس تمزواروف وقيا طلاق رجعين، إفريس تيسناف يرسيد معد إفريس تيسناف طلاق رجعي، كدين ربي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. الآية في السادة الآية 229 من سورة البقرة. ولكن من بعد ما يعود فريس ثلاثة فإن طلقها لقد وصل الآية 30 لش استنر، هل ترى يجوز المطلق ينسى يعود جوجه ديس بدن حتى تنكح زوجا غيره. الآية يمدنا ولا قيت مثلا حتى تفيد الغاية، غلا تفيد الغاية إلى غاية، معنى لا تحل له إلى غاية ذاك إلى المنطوق إلى المفهوم تجي شرح حسيت فيما سبق. ولكن معلش هذي بحن الوقت نكمل بعدين شو دين المصنف. ماذا قال المصنف بعدما قال الغاية قيل منطوق وصيغة قيل معنى للتشكيك والتضعيف والتقليل، وبعدين باش يقول بلي هذا ما نقبلوش هذا الرأي، يعني والحق مفهوم معناه أريق فيلار المنطوق كي قال ما وش منطوق هذا مفهوم، لأن الآية يوم الإسلام 32 لا يمكن أن نفهم ذلك الحكم الشرعي إلا عن طريق المفهوم لا عن طريق المنطوق، بالمفهوم بيقين، وهو الرأي الأقوى الذي انتصر له هو تجدين السبكي. ندوى الحق يعني يخدم تعقيب، عقب على ذلك بقوله والحق مفهوم، معنى أن دان كلاسي أن دان صنف ثقي يعني مفهوم الغاية ماشي في المنطوق، لا في المفهوم، مفهوم المخالفة. إذن المرتبة الأولى مفهوم الغاية، المرتبة الثانية ويتلوه الشرط، معنى في المرتبة أديس مفهوم الشرط، وبعدين إلى أن يقول مفهوم فالعدد، فالعدد يعني مفهوم العدد ذاك يعاون غير خدمة دي كونكليزيون مهمة جدا للترتيب. ممكن واحد يكون يقول علاه سيدي دير هذه الأمور، علاه؟ نقول لك عند التعارض
هنا القوة في الاستنباط على الأصول. ماشي حاجة بسيطة باش تستنبط الأحكام الشرعية من أدلتها تفصيلية. والله هذا اللي اعتبرتها من قرآنه. معناتها عند تعارض هذه المفاهيم نلجأ إلى هذا الترتيب فنختار الأقوى فالأقوى. معناها هذا سيد فايدة نختار المفهوم الأقوى. لذلك عند مفهوم الغاية لمزوره من بعد يساد مفهوم الشرط ويسين من بعد يساد مفهوم العدد ويسلاثة. هذا كلام أنت المصنف. وبعدين فتقديم المعمول لدعوى البيانيين إفادته الاختصاص إيش من بعد اختصاص والحصر. وذكر البيانيين شكون يقصد البيانيين؟ معنى علماء البيان علماء البلاغة. وطبعا لو اندت تسميلين مليح علماء الأصول مع علماء اللغة وعلماء البيان. وخالفهم ابن الحاجب. ابن الحاجب هو فقيه مالكي عنده صاحب الكفاية صاحب الشافية في النحو والصرف وكذا من كبار العلماء. وأبو حبان إلى آخره. والاختصاص الحصر يعني بعض العلماء قالوا بأن الاختصاص هو الحصر. كيف كيف؟ ما إياك نعبد الآية الخامسة من سورة الفاتحة إياك نعبد معناه لا نعبد إلا أنت معنى غيرك ليس إلها. ما إياك نعبد ماشي نعبد إياك لا لا إياك نعبد معناه حصر العبادة في الله وحصر هذا الاختصاص. هناك رأي من العلماء للعلماء ناد باللي الاختصاص والحصر مترادفان خلافا للشيخ الإمام. الشيخ الإمام دائما ناد هو تقي الدين السبكي ووالد المصنف حيث أثبته كذا وقال ليس هو الحصر. الشيخ الإمام يعني والد المصنف خالف هذا الرأي قال لك الاختصاص عنده قضية واحدة ولكن الحصر عنده قضيتان يعمل في الاتجاهين. طبعا هذا أيضا أمر عميق ذكره الشيخ الإمام اللي هو والد المصنف. وبعدين أخيرا وبذلك نختم باش غادي نخدم صياغ الحصر منها هذه مسألة. إنما قال الآمدي وأبو حبان وكذا لا تفيد الحصر. وبعدين وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي وإلكيا من بعد وكذا قياك ذي العلماء سمحتي ديف كان يعني يون الرأي وهو رأي مهم جدا إمام الرازي وكذا قياك تفيد فهما وقيل نطقا وبالفتح الأصح خطر ذي القرآن ثلا إنما ثلا أنما إنما أنما أن حرف أن فيها فرع إن المكسورة ومن ثم دعا الزمخشري. الزمخشري من كبار وهو إمام في التفسير وإمام في اللغة إفادتها الحصر. ذاكي شماط في صيغ الحصر. ولكن سمحوا لي في الخاتمة إمي غدي في ذاكي الغزالي إما ديني الغزالي نغ إلكيا إلكيا ودينا راه اسم كامل ما دين الغزالي الغزالي صحيح الغزالي هو أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين صاحب المستصفى في الأصول صاحب المنخول في الأصول الذي توفي سنة 505 للهجرة. من بعد يرنا يغد إلكيا إلكيا يجي ذا شوث وجي فارسي اسم إلكيا الهراسي. إلكيا يجي ذي اللغة الفارسية شو المعنيس؟ المعنيس الكبير يعني مقرشانيس. استعرفت اللغة الفارسية إلكيا انت اسمنا إلكيا لعلو شأنه في العلم صاحب الكعب العالي في العلم. وكذا قياك إلا يون قرنس الغزالي إلا ويض قرنس إلكيا أثن سلامس إلا ويض النظن إس قرنس الخوافي وكذا قي ثلاثة يجي سمحتي سعنزل ذم قران
ذا شو دينا دنا نفلس العلماء اولا ثلاثه يجي وثني صغرا الى الخوافي الى الكيا الهراسي الى الغزالي. الخوافي من تلاميذ الجويني اكني غراني ثلاثه ولكن ثلاثه يلسن فازن ثلاثه شفوا ثلاثه الخوافي الغزالي اكد الكيا وكذاكي تلاميذ كبار اقران للامام الجويني ابي المعالي صاحب الورقات ثلاثه تلاميذ مشهور مليح. الجوي اول ثلاثه يجي الخوافي يموت في سنه 500 للهجره. ابو حامد الغزالي يموت 505 للهجره. الكيا الهراسي الفارسي يموت 504 للهجره قبل سوسكواس. الجويني ذا شو دينا فلاسن وثاقي طريقه منهجيه في تربيه الشيوخ للتلاميذ. اثني تشجيع اثني تشكير خاصه دي المناظرات ما روح نلقى في العلماء هذه تشجيع ارجازن وقال دي ربا نسى. من بعد شو دي قار نسى فلاسن يقار التحقيق للخوافي المعنى يس مريم لو كذ العلماء وياه يسعى قوة الاستدلال لزارجمون الحجة إنك التحقيق للخوافي والاسترسال للغزالي خطر الغزالي يسعى المعلومة تطاس يسترسل أمام من يتزال ذي ثرقة ما شاء الله والبيان لإلكيا البيان معنى يسعى الفصاحة فصاحة اللسان كل يوم ذا شون الصفة يسيفك أول قلت دينا ذا الشيخ نسل الجويني التحقيق للخوافي والاسترسال للغزالي والبيان لإلكيا أسمى ظن إشكرتن بطريقة نظن توعر شوية ذا شو دينا إناسنا الغزالي اسمي مقريث فند العلماء ذي مقرانا إناسنا الغزالي بحر يغرق ما ينتقد الغزالي ذي البحر وني لنزل ستي صغرق سو المعلومات إناس الغزالي بحر يغرق والخوافي خوافي يجي نادي ساعة التحقيق ساعة الحجة ما شاء الله إناس والخوافي نار تحرق نار تحرق ما إلا يتيرا فيون ما إلا إلكيا يسعى الفصاحة إناس أسد مطرق ذي زم أي زماون جيغان ثالويث سلام ربي فينا.